الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومع كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، نقف مع منزلة النفس. والنفس هو المفارقة والانفصال للشيء، ولذلك إذا انفصل جنين المرأة صارت نفساء، وكذلك الحائض تسمى نفساء أو نفست، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في حجة الوداع: أنفست؟ وعائشة رضي الله عنها لم تلد ولم يكن لها ولد، ولكنها نفست بمعنى خرج منها دم الحيض. ومن ذلك التنفيس: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله. والتنفيس هنا انفصال الكرب عن الشخص، مساهمتك في أن تجعل الشخص مفارقا للهم والغم بنوع مساعدة. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن لفظ النون والفاء مع أي حرف ثالث يدل على الخروج والانفصال. قال: نون وفاء مع ياء نفي. النون والفاء إذا جاءت بعدها لام تسمى نفل، وهو إخراج الغنائم والشيء الزائد المنفصل. والراء إذا جاءت كان شنو؟ نفر أبعد، نفر أبعد، بشر ونفر. فابن القيم يرى أن كل فعل ثلاثي أو كلمة ثلاثية أولها نون وفاء مهما كان آخرها وكلمتها الثالثة فهي دالة على الانفصال، ومن ذلك نفس. حتى النفس الذي يتنفسه الإنسان يقول لك طالما النفس طالع ونازل، كان ما طلع ما مهم ما بيبقى نفس، وكان أبي يطلع الله قال بيقول لك كان النفس ذا ما تنفسته والله ينفسوك بالأكسجين، وكان الأكسجين ما نفع تمشي الآخر طوالي. فبالتالي أقول منزلة النفس فحواها أن السالك إلى الله يتقلب في أحوال، وهذا ملاحظ جدا عند كثير من الناس، وهي آفتنا جميعا. لو أن كنا نثبت على حال واحد من الاستقامة والإيمان لنجونا، ولكنك تحس بنفسك مقبل على الله وفي إيمانيات عالية راقية، وبعد أيام قليلة إذا بك تتدهور ولا تعرف ما الذي حل بنفسك. ولهذا الأمر أن السالك يتقلب في أحوال ومقامات مختلفة بين الحين والحين، يصيب هذا بنوع غمة وبنوع ضيق، فيحتاج ليعاود المسيرة إلى نفس، وبعد النفس يستجمع القوة ويستعيض الإرادة ويستجمع النية ويبدأ في شق الطريق من جديد، والله أعلم وهو أدرى بالخواتيم، لأننا نتقلب في هذه الأحوال. ولذلك يقول العلامة ابن القيم أن الهروي استدل لمنزلة النفس بآية عجيبة ما كانت لتخطر على بال. قال: فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. أفاق موسى من الصعق الحسي، والسالك إلى الله نفسه أن يفيق من الصعق المعنوي، وهي نوع غفلة ونوع حجب تعترض طريقه. والله إخواننا الكلام ذا كلام راقي راقي شديد. أنا ما أعرف قدرت أوصل الكلام ولا ما قدرت. واضح؟ موسى عليه السلام أفاق، لما أفاق
سيتعامل بروح جديدة، وجاء من عالم الصعق الذي صعق به، جاء بنفس جديد وبروح جديدة وبعلوم ومعارف جديدة، سيزداد يقينا وإيمانا على ما كان عليه من الإيمان واليقين. وكذلك السالك إلى الله، اسمع إلى كلام ابن القيم، يقول: بعد مفارقة الحال أو انفصال صاحبه عن الحال، شبه الحال بالشيء الذي يأخذ صاحبه ويغطه حتى إذا أقلع منه تنفس نفسا يستريح به. ولذلك الذي فهمته والعلم عند الله تعالى أن موسى صعق وأفاق، وأن بعض الناس يكون في إيمانيات عالية ثم يتدهور إيمانه، وهو في حالة تدهور الإيمان يكون مغموما ومهموما ومتعبا وغير راض عن نفسه، فتأتيه فجة ونوع استفاقة من الغفلة التي فيها، وإذا بهذه الإفاقة تسمى نفسا لأنها تعتبر له كاستراحة مقاتل أو مسافر يستجم ويستجمع قواه ليواصل بعد ذلك المسيرة. واضح ولا ما واضح؟ أه؟ واضح يا أخواننا. استدلاله عجغري، يعني الهروي، والله يا أخواننا الهروي ده عجيب، يعني أراد أن يربط بين النفس الذي والغمة التي لا تحصل للسالكين ومن لا تحصل له هذه الغمة. أرني شخصا لا تحصل له الغمة، ولكن اسمعوا هذا الكلام الراقي جدا: الغمة تختلف من سالك إلى سالك على حسب درجة المصداقية والشفافية في السلوك. أعيد الكلام ده، الغفلة والحجب والاضطراب والقلق في أثناء السير ونوع هذه الغمة التي تحصل لا يخلو منها سالك، ولكنها تختلف من سالك إلى سالك على حسب درجة الشفافية والمصداقية. مثلا لما أديك المثال أركام دي حاجة عليك تماما، بعض السالكين، ركز معي نقطة حساسة جدا، بعض السالكين عدم قيام الليل عنده غفلة كبيرة، كونه ما يقوم الليل دي مشكلة كبيرة، يكون بيصلي الصلوات في مواعيده وأي حاجة وحريص، لكن كونه يترك قيام الليل هذا عنده قمة الغفلة. في سالك آخر تركه للنوافل النهارية هي الغفلة عنده، فإذا استطاع بصعوبة أن يصلي النوافل عد نفسه من الخارجين عن الغفلة، وذاك بالرغم من أنه أتى النوافل رأى نفسه غافلة. يخبر كم ده وقع عليكم ولا فلسفة؟ أكام ده وقع؟ الدليل على ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان بالغين، ليغان على قلبي، يغطى على قلبي، وأصلا لا يغطى على قلبه، لكنه يرى أن اللحظات الصغيرة التي تمر في أنسه مع الناس دون أن يكون ذاكرا لله فيها نوع غفلة، وذلك على حسب شنو؟ شفافية روحه ومصداقية سلوكه. ولذلك عد عليه الصلاة والسلام أنه إذا اجتهد في مسألة اجتهادية لا ذنب فيها عد هذا نوع ذنب له على حسب درجته هو. ليه؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولا ذنب هنا بمعنى ذنب، لكن الذنب في مفهوم الأنبياء بالنسبة لسلوك مع الله يختلف عنا، فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا جميعا لا يعد ذنبا، لكنه لصلته الشديدة بالله يعد كل لحظة تمر عليه لم يذكر ربه فيها بقوة يعد نوع شنو؟ نوع ذنب. أيوة، عبارة حسنات الأبرار سيئات المقربين عبارة مقلقة ومزعجة، وقد ناقشناها في كتابي في بداية كتاب المدارك. فإذا قصد بالعبارة حسنات الأبرار سيئات المقربين أن الذي يصل إلى درجة من القربة الشديدة يعد القليل من الحسنات نوع سيئات، فهو لا يرضى إلا بشنو؟ إلا بالمعالي.
أما إذا أجرينا العبارة على ظاهرها بأن حسنات الأبرار سيئات، الحسنات لا تكون سيئات أبدا، والعبد محتاج إلى كل حسنة. طيب، فبالتالي منزلة النفس من المنازل العجيبة جدا. يقول الهروي: والنفس على ثلاث درجات، وهي تشابه درجات الوقت، تشابه درجات الوقت. طيب، ابن القيم ده عجيب، الهروي قال في شبه بين الوقت وبين شنو؟ بين النفس. ابن القيم قال: والشبه بينهما أن الوقت ينبغي أن يعد كالنفس، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان. النفس ينبغي أن يعد، والوقت ينبغي أن يعد. ووجه الشبه بينهما أن الحرص على الوقت والحرص على النفس سبب نجاة. صح ولا ما صح؟ الحرص على شنو؟ على الوقت. والحرص على شنو؟ على النفس، هو نوع شنو؟ نوع نجاة. لذلك قال بعض السلف، يعني مصعب بن خارجة وغيره، كانوا يقولون عن شيخهم عبد الله بن عون: ما أتيناه في ساعة يطاع الله فيها إلا وجدناه لله طائعة. أي وقت فيه طاعة بتلقى في الطاعة. ما أتيناه في ساعة يطاع الله فيها إلا وجدناه شنو؟ إلا وجدناه طائعة. فكانوا يحرصون على الأوقات كحرصهم على الأنفاس، ويعدون الأنفاس كعد شنو؟ كعد النفس. ومن أوجه الشبه بينهما بين شنو شنو؟ بين الوقت وبين شنو؟ بين النفس، أن كلاهما عدة، وأن كلاهما وعاء. الوقت وعاء الأعمال، والنفس وعاء الأحوال، وعاء المقامات الإيمانية النفس. لذلك كان بعض السلف يبالغ يقول: إذا أردت أن تستكمل الإيمان فينبغي أن تزداد مع كل نفس يمر عليك في كل لحظة قربا من الله. بل صرح ابن القيم هنا تصريحا خطيرا، قال: من لم يزدد مع كل نفس إلى الله قربا هذا نوع خسران. ده معناها الناس دي حريصين على شنو؟ على أنفاسهم أن تكون في طاعة الله، يحرصون على أنفاسهم وعلى نفسهم أن يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الكثير من الناس للأسف الشديد ضيع الكثير من المعاني التي تخص مسألة الوقت. الوقت الآن إما نوم، وإما مشاهدات، وإما مجالس أنس فيها استرسال كلام دون أن يحس الإنسان، أو في غير طاعة الله تعالى على العموم. وما هكذا كان السلف. السلف في الأوقات دي عندهم أشياء لو أنك إذا سمعتها ربما قلت أن هذا نوع مبالغة. نافع لما سئل عن شيخه ابن عمر قال: كيف هو؟ قال: الوضوء لكل صلاة والمصحف بينهما. المصحف ده فرق نهائي، يجي الصلاة يتوضأ يصلي يمسك المصحف، يا من تجي وقت الصلاة الثانية يتوضأ وتاني يصلي يمسك المصحف. رأي شنو؟ الوضوء لكل صلاة والمصحف شنو؟ بينهما. دي الناس يعني عندهم شفافية ومصداقية عالية في الاستقامة والتدين. نحن أنا قاعد أقول لنا شنو؟ أقول لهم: واحد قال لي: يا أخي عندنا زول مدين شديد لكن بيحضر الحفلات. قلت له: ده إلي يكون مدين من البنك. مدين وين ده؟ مدين من وين ده؟ مدين بمعنى مسلف، لكن بمعنى مدين مدين؟ قلت له: والله ده إلي يكون مدين من البنك. قال: مدين شديد بيحضر الحفلات، ده مدين ده؟ كويس؟ لأن الدين يعني الخضوع، الدين يعني الخضوع. يوم القيامة أسماه الله بيوم الدين، مالك يوم الدين. دين دان فيه الجميع وخضعوا لله وحده. عشان كده يقول: أنا الملك الديان، الديان. ويقال فلان دانت له البلاد، يعني شنو؟ خضعت له. وأنت تخضع للأحكام وتسلم لها فصارت دينا لك. ولذلك من سلم للهو صار دينه اللهو، ومن سلم لقوانين وضعية صار دينه شنو؟ القوانين الوضعية. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك،
الدين الحاجة اللي انت بتقدسها وبتخضع ليها وغير قابلة للنقاش عندك. في ناس في حاجة ما قابلة للنقاش عندهم. نخش الكورة، الكورة رأيكم شنو؟ واحد يدخل الاستاد الساعة كم؟ الساعة 2، والمباراة الساعة كم؟ الساعة 8، بعد ما يحضر ويدفره ويلحق راس صوت من العساكر ويخش والمواصلات انقطع ويركب وينزل يركب الضرب وينزل منه ويمشي بيته بيكور عينه. بعد ده الصباح مش يشتري جريتين رياضيتين، جريتين في شنو؟ في مباراة وشنو شافه عشان يقول له. وفي الدقيقة 85 انفرد وشات الكورة دقت في العرارة. انت ما شفته مبارح الكلام ده؟ الجنة على شنو الكلام؟ انا والله بستغرب لو زول ما حضر المباراة مش اشتري الجريدة، معقول ده يقول ده نعرف المباراة شنو؟ لكن ده حاضره مبارح ومش اشتري شنو جريتين. وفي بيت البكاء مستلم المجلس، الحكم غلطان ورجل الراية ما كان يعمل كده وما فيها تسلل. ده كلام شنو ده يا اخوانا؟ الكلام ده حصل ولا ما حصل؟ حصل ولا ما حصل؟ في واحد راي كبير يمشي يحضر الكورة، قال لي والله مولانا انا بس مباراة القمة بس، قال لي بس القمة، قال لي انا تاني الشيء ده كله برادي يعني ما بيش برادي وكده. قال لي مباراة القمة، قلت له تاني كبير يا اخي التلفزيون جيب شنو؟ التلفزيون شغل التلفزيون احضر. قال لي مولانا البلد ده مضمون، الكهرباء كان قطعت كيف البلد دي؟ السودان ده مضمون. قال لي والله قلت لهم لو نص حرصكم ده على الكورة عملتوه في الدين نحن كنا حررنا فلسطين وكنا حررنا الدنمارك ذاته، والله العظيم يعني ذاته حرص حركة الوزودة. قلت له أنا في التلفزيون أحضر في التلفزيون، عارف قال لي شنو؟ قال لي الكهرباء كان قطعت حركة الوزودة. والله يا أخوان نغيت حاجة عجيبة خلاص. ولذلك أقول الوقت والنفس سيان كويس. من أوجه التشابه قال ابن القيم بسبب الوقت وبسبب النفس تعرض للقلب حجب وسحب من الغفلة. بسبب شنو؟ الوقت. يا اخوانا زور كان ضيع وقته في غير طاعة الله حيحصل لقلبه شنو؟ قسوة ولا حاجة كويسة؟ حياة للقلب ولا قسوة؟ أيوة قسوة. إذن بسبب تضييع الأوقات حصل للقلب حجب وسحب من الغفلة. وكذلك بالنسبة للأنفاس، من جامل في أنفاسه وتلاعب بها ولم يجعل نفسه في الموضع الصحيح أصابت قلبه نوع حجب. طيب يقول الهروي رحمه الله تعالى، يقول والأنفاس ثلاثة. والأنفاس شنو؟ ثلاثة. طيب النفس الأول قال نفس في حين استتار مملوء من الكظم متعلق بالعلم، إن تنفس تنفس بالأسى وإن نطق نطق بالحزن، وعندي هو متولد من وحشة الاستتار وهي الظلمة التي قالوا أنها مقام. هذا كلام من؟ كلام الهروي. معناه كالآتي، يعني أحاول أن أبسط العبارات وأن أقربها. يقول من كان يعيش حالة إيمانية عالية ثم حصل له نوع استتار. والله يا أخوانا يعني أنا أقول لكم حاجة، القلب ده سر من أسرار الله. قلبك كويس ما تستطيع أن تتحكم فيه، صح ولا ما صح؟ قلبك ده يا مقلب القلوب واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال حقك القلب، سماك ما قلب زول تاني، قلبك أنت ما تقدر عليه. والله يا أخواننا هذا سر من الأسرار الإلهية البديعة. لذلك الماوردي في أدب الدنيا والدين قال لما سئل أعرابي كيف عرفت الله؟ قال بنقض العزائم. بنقض العزائم، نقض العزائم يعني شنو؟ أي زول مسير، وطالما الناس دي مسيرين في حياتهم معناها أنت ما عندك قوة، وإنما في قوة وإرادة غلابة وغالبة هي اللي بتسير الناس. الواحد يقول له برنامج شنو بكرة الصباح؟ يقول لك بكرة الصباح أعمل كده وكده وكده، ما يعمل ولا حاجة. صح؟ صح ولا ما صح؟ الزول يطلع يقول ماشي زلط اركب، يرجع من الشارع يغير رايه.
كويس، يقول له حصل بك في المحل الفلاني، يقول نحصل الدافنة، معناه الكون ده في له مسير. والله العربي ده نجير، كيف عرفت الله؟ قال بشنو؟ بنقد العزائم، تعزب وما تنفذ. الدنيا دي كلها كده، والشيء اللي بيتنفذه ده ربنا أراده، لكن لو ربنا ما أراده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما براو فعال لما يريد. واحد بس، الفعال لما يريد هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ده ربنا. لذلك هنا شوف الكلام اللي بيقوله ده، القلب ده تتبدل أحواله الإيمانية، كذا كثير جدا مر عليكم يا إخوان في مدارج السالكين، ولا بأس بالإعادة لأنه من الكلام النافع المفيد. يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى: لو أن الله آتاني قلبي في شمالي وملكني منه وآتاني الهدى والنور في يميني لما استطعت أن أولج في قلبي شيئا من الهدى والنور إلا أن يشاءه الله. لذلك لا تأسى على ضلال الناس، قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرت، لكن عليك أن تبذل الأسباب. وسأضرب مثل تربوي، القلوب كالغرف، القلوب زي شنو؟ زي الغرف. إخواننا أسمعوا المثل ده عسى أن ينفع الله به. القلوب زي شنو؟ الغرف، في غرفة مظلمة لكنها لا تضيء إلا إذا عرفت موضع المفتاح. المفتاح شنو؟ وين محل النور؟ النور ما بلعوا من اللمبة، ما في ناس بيضيع زمنهم بكوسوا اللمبة، الليل كله يعافر في اللمبة، اللمبة دي كما دست النور ده ما بيولع. أول حاجة تعملها شغال. أحيانا نزول قلبه مظلم يصادف كلمة أو موعظة أو شيخ يهديه الله به، لأنه وضع يده في موضع المصباح ولن يحتاج إلى كبير عناء. المفتاح ما دار معافرة، مفتاح النور ما دار زردية، دار لما نفله بس كده كده بس طوالي ولع. في قلب فيه لمبة وفيه مفتاح لكن ما في توصيلات، ده مشكلته كبيرة خلاص. لكن برضو ممكن يهتدي، يعمل شنو؟ ده تكوست التوصيلات أول حاجة، كان ما ركبت التوصيلات دي قدر ما تدوس ما بولع، ما انت داير القلب ده يولع قدر ما تدوس. وفي قلب المفتاح ذاته ما مركب فيه، عارف شنو؟ واللمبة ذاته ما فيه، لكن أوضة قايمة ودي مظلمة ظلام، داير أول حاجة تجيب الشاكوش تكسر الحيطة في الحيطة وتركب المفتاح وتركب التوصيلات عشان يولع. وهكذا قلوب العباد يتفاوتون في تقبل الهداية والنور الذي أنزله الله عز وجل، وهو الوحي الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى وجاءت به الرسل. درجات الناس في ذلك بتختلف، انت بتقول ده ماله ما اهتدى يا اخي، ده كرهنا وده كده. يا اخي في معلومة لازم تعرفها، ما على كيفك، مقتنع ولا مقتنع بكلام ده؟ ما تقول لي ما اهتدى ماله وكرهنا، الإجابة ما على كيفك، وإنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء. في قصة يعني حكاها الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر في الجية بتاعته الأخيرة دي، في جلسة معه قال: جاء في ترجمة الشيخ السعدي، الشيخ عبد الرحمن السعدي صاحب تفسير شنو؟ أي تفسير العلم المنان، وعنده مؤلفات ومصنفات كثيرة جدا، عالم. الشيخ السعدي كان في قريتهم أو في منطقتهم في جهة القصيم أو نحوها، قال كان رجل معروف وعالم، استأجر حمالا، استأجر شنو؟ عتالي، عليك الله اسمع القصة، عتالي. قال لي يا أخي أنا ده تشيل لي عفشي ده تودي لي، ما تقول لي شيخ الشيخ يشيل براو، قال والشيخ بيشيل براو أزول ده أكل من وين عتالي ده؟ ربنا مسخر الناس كده عتالة، في زول ما داري يشيل ويجيب له زول يشيل له ويديه قروش. قال لي بيكم لحد البيت، قال لي بكده. وهم ماشيين العتالي بيشرب سجاير، والشيخ مؤلف كتاب في تحريم الدخان، رسالة مؤلف الشيخ، وعنده برضو الوسائل المفيدة في الحياة شنو؟
السعيد عنده رسائل نافعة جدا، رجل عالم بحر يتدفق أنا رحمه الله. قام عنده كتاب، لما ماشين قام الشيخ مر على زول بتاع دكان كنتين صغير، اشترى منه علبة بتاع السجائر، قال له اديني علبة سجائر. الزوزة خلع، قال الشيخ ده الليلة ماله، غير رأي ولا شنو؟ طبعا غير رأي دي مني أنا يعني، لكنه بكون استغرب الشيخ ده ماله، قال الله الشيخ ده بقى حلال ولا شنو؟ والله ده كويس معنا، بيكون قال كده. ده أنا بقول كده، اشترى منه علبة ومشى. لما التالي وصل البضاعة قال له خدتها من، قال له خدتها هنا، قال له بكم؟ العتالي قال له 10 ريال، أداه مثلا أنا ما بتذكر القيمة بالضبط، أداه 10 ريال وقال له هاك العلبة بتاعت السجاير. العتالي الحمال اتخلع، قال له اتخلع، ما الشيخ ذاته أداه علبة سجاير. قال الله الشيء ده، والله أكلمك هو الناس ذاته عارفين الشيء ده حرام، لو أداه له الشيخ بيقول له زرهي بيستغرب، يقول لك الشيخ بدي السجاير والشيخ بيسجر. وطيب والناس التانيين مالهم؟ ما برضو حرام، الحرام ده ما حرام على الناس كلهم. قام قال يا شيخ لك انت شنو؟ قال ليه الشيخ خشيت وانت مدخن ان تأخذ 10 ريالات فتشتري بها سجاير فيضيع عيالك، هذه نقود عيالك ليأكلوا منها. الشيخ قاعد يعايل الرزوزة مفكر في عياله، رأي شنو؟ ولا جاب خبر عياله. قال ليه لو اديت انت طالما بتسجل 10 ريال دي حتمشي تشتري بها سجاير واشوف على الليله بنومه بدون عشاء عشان تعشوا هك، ومش السجاير ما تمشي تشتري بها هك سجاير. الحمال قال له اذا كان هذا كلامك خدت السجاير تحت البطه وداس بيكون عينه. قال له والله تاني ما اسجل. قال له والله تاني ما اسجل. ده فهمك؟ كسر السجاير خدته في البطه وداسه، قال له تاني ما بسجل، خلاص الموضوع انتهى. لأنه وجد أن الشيخ فيه من الرحمة بالمسلمين والرقة والتفكير في الناس إلى هذه الدرجة العجيبة البديعة. فبالتالي أقول يعني التقلب هذا إشكال. طيب يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني في السلسلة: بين القمر مضيء إذا علته سحابة فأظلم. مرات القمر ده يكون ظاهر طوالي، لكن مرات بيجو شنو؟ سحابة. القمر مضيء، لكن ما الذي منع ضوء القمر؟ السحاب. وكذلك الهداية في القلب عند كثير من الناس موجودة، ولكن الكثير يشكون التقلب. يقول لك مرات أقرأ القرآن ده وأبكي، مرات أسمع القرآن ده وأقرأه دمعة واحدة ما تنزل، مرات يقول لك أحس بإقبال شديد، مرات ما أدور أذكر الله ولا أستطيع. قال عليه الصلاة والسلام: بين القمر مضي إذا علته سحابة فأظلم، فإذا ذهبت انجلت. وكذلك القلب، وكذلك شنو؟ القلب. عشان كده ده بيجيب التقلبات. طيب الهروي أراد أن يقول شنو؟ يقول: نفس الاستتار من كان يعيش أحوال إيمانية عالية ثم استترت عنه يحس بنوع شنو؟ حزن، ولا بنوع سعادة وسرور، بنوع شنو؟ هذا هو النفس الذي يقصده. أقرأ لك الكلام تاني حيقع لك شوية شوية. قال: نفس في حين استتار، استتار الأحوال الإيمانية، مملوء من الكظم، يعني هو متألم للاستتار الذي حصل له وكأنه يتجرع سما. والكظم هو شنو؟ الامتلاء. والكاظمين الغيظ، امتلأ غيظا ولكنه استطاع أن يحبس هذا. وذو النون امتلأ كربا إذ نادى وهو شنو؟ مكظوم وكظيم. ويعقوب امتلأ حزنا، قال: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ده كظم معنى الامتلاء من الشيء وحبسه وتجرعه، فهو فقده للاستتار. الاستتار هنا استتار الأحوال الإيمانية واللذة التي كان يجدها ومتعته التي كان فيها على الطاعة والعبادة، لما فقدها امتلأ وتجرع حزنا. قال شنو؟ متعلق بالعلم. قال: وهذا خلاف دائما يقع بين ابن القيم وبين الهروي. ابن القيم يرى أن العلم يزكي النفوس،
وأن العلم يأخذ الإنسان نحو المراقي. والهروي يرى أن تعلم العلوم المحضة المجردة هكذا إنما تقسي القلب، قال فلان وقال علان ورواه فلان، وليس فيها نوع تزكية. وابن القيم يقول إذا لم يحصل بالعلم الشرعي المنزل من عند الله تزكية، الخلل إلى الذي تلقى العلم وليس في العلم الشرعي. فينبغي أن نحرص على تعلم العلوم الشرعية المرتبة الممنهجة. واضح ولا ما واضح؟ طيب. قال إن تنفس تنفس بالأسى. لماذا تنفس بالأسى؟ للاستتار الذي حصل له، كويس. وإن نطق نطق بالحزن، متألم لهذه الوحشة التي حصلت له. قام قال لها شنو الهروي؟ قال شنو؟ وعندي أنه يتولد من وحشة الاستتار والحجب. الله، جاب موضوع خطير. انت عارف اعظم الحجب على النفس اجابة داعي الحس، اكبر واعظم الحجب على النفس شنو؟ اجابة داعي شنو؟ الحس. وان من اعظم الحجب، اخوانا ركزوا، هذا والله ده كلام رفيع، قال اعظم الحجب على النفس الطبع. في زول ماذا يغير طبعه؟ ده دائما الطبع ده حيكون خميرة عقلنا لتدينه. لذلك أصل التدين، اسمعوا كلامي ده، أصل التدين الخروج من النفس. أصل شنو؟ التدين الخروج من شنو؟ من النفس. حاول تغير ما أنت فيه، ولا ترضى بالمعوقات والعلل والآفات التي في نفسك. يعني مثلا زول عنده أشياء بيألفها، طبعه كده، طبعه إنه هو كده، كويس. في ناس طبعهم يسخروا من الناس، صح؟ انت اذا كان الطبع ده فيك تعمل شنو؟ ها؟ تغيره. طيب لو انت لك 40 سنة في الجيش، هتكون تطبعت بطبع شنو؟ الجيش. عشان تبقى زول عابد جد، ما تقول انا جياشي، تجي تنهر الناس كلهم، اي زول تنهره تلاقيه بلا سبب تنهر الناس، ده ما بينفع. تغير طبعك، تجيب طبعك وتغير وتضغط على نفسك ليكون طبعك وفق ما يريد الله منك. عشان كده قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ترضخ نفسك للدين. انت هنا بتكون عبدت الله. العابد الذي استطاع أن يخرج من نفسه وأن يخالف هواه. زول ما بخالف هواه. الناس دايرين الدين ما دايرين الدين فيه مشاكل. أول حاجة دين فيه موت، ما دارينه، ما دارين موت، دارين شنو؟ ها؟ يقول لك دعني أعيش اللي اسمه شنو هي؟ مش في حاجة اسمه شنو؟ دعوني أعيش اللي شنو؟ دعوني أعيش. وكمان الناس يشك، يقول لك اسمع هوي، الخواف رب عياله، صحيح؟ الخواف سيربي عياله ولكن لن يربي أمة، سيربي عياله ولكنه لن يربي أمة. الذي يريد أن يربي أمة ينبغي أن يكون مهيئا لكل شيء. ما تقول لي شفعي ومرتي قالت وأنا بقدر أخالف مرتي. أنت زو مرتك ما قالت تخالف، هذا تخالف شريتها. والله كلمة بجد، أكلمة بجد. يقول لك وأنا أنت أسمع زول هوي، بس خليك مع المرة دي، أمشي سوق الخدار، أمن القفة وجيبها وأكل الشفع دين. لكن ما تمرق على الناس في السهلة تقول أنا أقود الناس ولا نغير ولا نصلح، أنت بس خليك كذي، ما تنفع، ما تمشي قدام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الولد مجبنة، مبخلة محزنة. مبخلة الزول لو ما قبل ما يتزوج يدفع بالله طوالي يوم اللي يتزوج ينقص الدفع. لو كان بيدفع 100 بقيه 50، يقول الأولاد بعدين احنا بقينا ناس مسؤولين، ما فارقة معك، ما فارقة معك، ينقص طوالي، تعلمك البخل. الولد ومجبنة يقول لو أرح أمشي نعمل، يقول لكن الأولاد كيف؟ الأولاد كيف؟ يتردد إذا أراد في كل موقف فيه إقدام، يتردد عشرات المرات. العنده ولد والما عنده ولد اختلفوا تماما. ومحزنة إذا حصل له نوع سوء فإنه يدخل على النفس من الأسى والحزن ما الله عز وجل به عليم. وهذا ليس ذما، إنما هو فطرة. بالنسبة إذا انكسرت رجله انكسر قلبك أنت، صح؟ صح ولا ما صح؟ لو رجله انكسرت أنت شنو؟ قلبك منكسر فعلا. الولد مبخلة مجبنة محزنة. فهنا
الهروي يقول الدرجة هذه تتولد من وحشة الاستتار والحجب. واللفظ الجميل أنه جعل الغفلة وحشة فعلا. أي ذو الغافل عن الله يعيش في وحشة في قلبه وفي فؤاده، فلا تجده مستقرا أبدا. طيب، ابن القيم خالف الهروي في مسألة هنا، وهي شنو؟ طيب، ابن القيم عنده شيء جميل يقول: عرف الله العبد، اسمع الكلام ده كيف جميل، عرف الله العبد قدر النعمة. إخواننا في زول الله بيدي النعمة وما بوريه، ما بيخليه يستشعر شنو النعمة. فإذا استشعرت النعمة إنما أنت استشعرتها بمن؟ بتوفيق الله. فلما ذاق العبد مرارة فقد النعمة أصابه الحزن، ولكن الله أتاه بفقد النعمة ليعرف قيمة النعمة بفقد ضدها، فبضدها تتميز الأشياء. هذا الكلام الذي كان يود أن يقوله ابن القيم. يا سلام. طيب، خلاصة كلام الهروي: متولد من وحشة شنو؟ الاستتار، وجعل الاستتار غفلة والغفلة وحشة. وهذا أدق تعبير، تعبير لطيف، وحشة شنو؟ الاستتار. لكن قال: وهي الظلمة التي قالوا إنها مقام. طيب، لكن قبل هذه النقطة ابن القيم رحمه الله تعالى يحاول أن يتكلم عن مسألة. إخواننا هنا كلام جميل ومفيد، يقول ابن القيم: وحشة الاستتار إنما هو من طبيعة النفس، وقلت لكم بأن من أعظم الحجب أشنو؟ الطبع، وإجابة داعي الحس. إجابة داعي الحس يعني أي حاجة ما تشوفها بعينك وتلمسها ما بتقتنع بها، حتى في الغيبيات. وإجابة داعي شنو؟ الحس. ويقول لك: أسأل الله والعند الله، تقول: لا بس اللي عندي دي الآن ماسكة دي أحسن لي، وبتشوف الموضوع العند الله بعيد. يقول لك: يا أخي ممكن ربنا يجعل لك فيه خير، تقول: لا الله بيجعل لك فيه خير. ده اسمه إجابة شنو؟ يعرف. حس كثير من الناس لو قال له: أنت شغال شنو؟ يقول: والله طبيب عندي عيادة. يا أخي حس لو طلعناك من الطب ده، يقول: لا بس أنا الطب ده. ممكن يطلع من الطب ويكون أحسن. واحد موظف، هنا المثال أوضح، واحد موظف تقول ليش؟ يقول لك: والله موظف أنا كده كويس، لأنه ده داعي شنو؟ لو قلنا له: والله يرفدوك، يقول: يا زول هوي لا أنا كان رفضوني بموت. بالله يرفضه ويخش السوق ويغنى غنى، يقول: الحمد لله رفض. أريت له كان رفضوني قبل 20 سنة. يقول يعني واحد تلقى كان شغال موظف، لو قاعد لحد يوم ذلك بوظيفته دي بمرتبه ما يعيشه. يا أخي دي حكمة ربنا، لا تجيب داعي شنو؟ الحس. وألق بنفسك في مجال الأقدار حيث يضعك الله، ضع نفسك كويس. طيب، ابن القيم يقول في هذه الجزئية: الطبيعة والنفس لم يموتا بالكلية، ولولا ذلك لما قام سوق الامتحان والتكاليف. فأنت تظن زول كافر يسلم في لحظات. عمر بن الخطاب ده مش كان كافر، كان شنو؟ عدو، وبيعذب الناس شنو؟ الأسلموا، لحد ما قالوا له: أنت شنو؟ أختك ما أسلمت وختنك أسلم وزوج أختك في لحظة ربنا جعله يسلم. ده شيء عند الله. طيب، يقول ابن القيم: أهم شيء أن تزيل من قلبك آفة الركون إلى نفسك. ابن القيم قام جاب هنا كلمات جميلة جميلة جميلة. قال شنو؟ قال: يقول الله إذا ركنت إلى العلم أنسيناكه. كان اعتمدت على علمك بس بتنساه بتنمي شوين تاني. إذا ركنت إلى العلم شنو؟ أنسيناكه. وإن ركنت إلى الحال سلبناكه، وإن ركنت إلى المعرفة حجبناها عنك، وإن ركنت إلى قلبك أفسدناه عليك. قال ابن القيم: خلاصة ذلك ألا يركن عبد إلى شيء سوى الله. لا تركن إلى شيء سوى الله جل وعلا. كلام متين 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 بجد. خالف ابن القيم الهروية في قوله: الظلمة
التي قالوا إنها مقام. قال ابن القيم هذا حال ويتغير لا يكون مقاما. الفرق بين الحال والمقام أن الحال يتحول، أما المقام فإنه يستقر. ولذلك عكس المسافر الذي يترحل عكسه شنو؟ المقيم. فابن القيم يرى أن الهروي بالغ، إذا كان هذا حصل له حالة إيمانية ثم فقدها ثم حصل له نوع نفس ليستعيد، كيف يكون هذا مقامه؟ وكلام ابن القيم منطقي جدا. الدرجة الثانية والنفس الثاني، قال نفس في حين التجلي، وهو نفس شاخص عن مقام السرور إلى روح المعاينة، مملوء من نور الوجود، شاخص إلى منقطع الإشارة. هذا هو الكلام. يقول ابن القيم هذا النفس أعلى من النفس الأول. النفس الأول مملوء بالحزن، وهذا مملوء بشنو؟ بشنو؟ بالتجلي. طيب يقول ابن القيم التجلي مشتق من الجلوة، كويس؟ قال وحقيقته إشراق نور الحق على قلوب المريدين. لكن ابن القيم ذو الفاهم قال لو قصدوا بأن التجلي هو إشراق نور الذات فهذا غلط شنيع ولا يحصل أبدا. بقصة موسى عليه السلام قال ربي أرني شنو؟ أنظر إليك. قال شنو؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فلما تجلى ربه للجبل لا تدركه الأبصار. ذات الله تعالى لا تحيط بها ولا تدركها الأبصار ولا تحيط بها العقول جل وعلا سبحانه وتعالى. قال شنو؟ لكن ابن القيم ذو الفاهم قال المراد طبعا الجلوة والتجلية، يقول لك جل الموضوع، جلاه يعني شنو؟ وضحه. قال ابن القيم المراد إشراق نور المعرفة والإيمان على القلب. هذا كلام رفيع يا أخي. طبعا أنت تسمع إشراق نور شنو؟ نور المعرفة والإيمان على القلب، ده وين ده لكن نزول القلب. قال ابن القيم وهو أرفع من العلم المجرد لأسباب. الشيء ده ما بتسمع يعني داير ابن القيم يقول في النهاية دوقوا إشراق نور المعرفة والإيمان على القلب إلا أن يذاق. تذوق شنو؟ ذوق. قال يحتاج إلى صفاء المحل، المحل ده وين؟ القلب، ونقاؤه من الكدر المانع من ظهور المعرفة والعلم فيه، يا سلام. ويحتاج إلى التجرد من الموانع والشواغل التي تشغل القلب عن تلمس حقيقة نور المعرفة والإيمان، ويحتاج إلى كمال أنس بالله وقرب منه وإلى غير ذلك من الأسباب التي توجب للقلب شهودا وكشفا وراء مجرد العلم فقط. يعني أنت تعرف أن للإيمان والمعرفة في القلب نور، صح؟ عرفت دي ولا ما عرفتها؟ يا أخواننا المعرفة والإيمان في القلب فيها نور ولا ما فيها نور؟ كونه عرفتها بتجيب النور في قلبك؟ بتجيبه؟ يعني ببساطة هل لمعرفة الله وللإيمان به في قلب المؤمنين نور؟ في ولا ما في؟ لو في ذول عرف المعلومة دي بيجيه نور؟ لا بد من صفاء المحل والتجرد من الشواغل وكمال الالتفات والتحديق نحو المعروف المشهود الذي تريده، نحو المعارف والعلوم الإلهية وإلى غير ذلك. قال وهو نفس شاخص عن مقام السرور، واضح أي صادر من مقام الأشنو السرور، حصل له نوع تنفيس وأحس بقربه من الله فجاءه هذا النفس يروح عنه، صدر عن سرور وفرح بخلاف الأول. قال إلى روح المعاينة، راحة المعاينة. والمعاينة يقال ما فيها ما قيل في التجلي، وإن كان ابن القيم يرى أن المعاينة أبلغ من التجلي. المعاينة تكون بغير ستار، التجلي يكون بستار. ممكن التجلي يكون بستار لكن المعاينة تكون بغير شنو؟ ستار. فيقول أيضا هذه المعاينة لا تقع في الدنيا لأحد، صح ما صح؟ إنما هي معاينة للعلوم والمعارف الإلهية. واضح الماضح يا أخي. سئل ذنون المصري رحمه الله كيف أعرف أني أحب الله؟ رأيكم في السؤال ده شنو يا أخوانا؟ في الصميم كيف أعرف أني أحب الله؟
قال إذا كان ما يبغضه أمر عندك من المر أو أمر عندك من الصبر، أي حاجة الله ما بحبها أنت تشوفها زي الحنظل حتى ولو كانت نفسك تميل إليها وتحبها. ما إخوانا منطق، تقول ليه؟ تقول أنا بحب الله والأشياء اللي بكرهها الله تحبها أنت؟ يعني تحبه وتحب الحاجات اللي بكرهها؟ أه؟ ما ممكن يا أخي. طيب قال شخص مملوء من نور الوجود، يعني خلاصة الكلام أنه يحصل له هذا النفس بنوع إقبال قلبه واستجماع إرادته ونيته على ربه فقط دون أن يلتفت إلى سواه. والنفس الثالث نفس مطهر بماء القدس. القدس الشيء المنزه الطاهر يسمى شنو؟ قدس، مقدس. عشان كده يقول لك الكتب المقدسة، الكتب شنو؟ المقدسة الطاهرة المنزهة، كويس. وجبريل يسمى شنو؟ بروح القدس. والمنطقة الطاهرة في فلسطين المعظمة تسمى شنو؟ تسمى بالقدس. ومن أسمائه القدوس أي المقدس المعظم المبجل المنزه عن النقائص، القدوس والقدس والمقدس والقداسة. طيب فقال نفس مطهر بماء القدس قائم بإشارات الأزل وهو الذي يسمى بصدق النور. كلام جميل جميل خالص. خلاصة هذا الكلام، خلاصة أديكم له في أربع كلمات، أديكم له في أربع كلمات ولا أشرح لكم أخير، أديكم له في أربع شنو كلمات. نفس مطهر من أدناس الأكوان، أي شيء متعلق بالكون سفلي تتعلق به الهمم والإرادات، نسوان، أموال، أولاد، زروع، هو نفس يترفع عليها، والترفع عليها لا يمنع من تعاطيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم متزوجا بكم؟ بتسعة نسوة، ولكنه كان مترفعا على هذه الأمور من حيث أنها تزيده من الله قربا ولا تبعده من عن الله. أما أهل الغفلة فإن هذه تبعدهم عن الله. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فبالتالي سليمان كان عنده 100 امرأة لكن ما بتنقصه. نحن طبعا فهمنا إنه زول كان عرس، يقول لك ده ماله، ده خلاص النسوان بنتهوا من النزول، ده خلاص ده تاني كده. يا أخي بالعكس، إذا مارست الزواج كشعيرة وتعبد هي باب من أبواب تزكية النفوس وإصلاحها. فنسأل الله تعالى أن يصلح نوايانا وأن يصلح إراداتنا. طيب هذا خلاصة هذه المسألة. قال دليل ذلك إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وقال ابن مسعود ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر، لأن الهروي هنا قال شنو؟ قائم بإشارات الأزل وهو الذي يسمى بصدق النور. في زول بالتجربة ممكن كلامه ما يقع واطه، لكن عمر ليس بالتجربة، إنما بشفافية القلب وحسن الصلة بالله أجرى الله الحق على لسانه فصار ما يقوله حقا أو أقرب إلى الحق. هذا كلام منه؟ كلام الهروي. خلاصة الكلام قال الهروي فالنفس الأول نفس الاستتار والحزن للعيون سراج، للعيون شنو؟ سراج بتوضح لك. والثاني للقاصد معراج، والثاني للقاصد شنو؟ نفس السرور ده للقاصد معراج. والثالث للمحقق تاج. والله زود زول الهروي ذاته خطير مهين. قال ابن القيم الأول سراج ليه؟ لأنه فيه ظلمة صح؟ وفيه وحشة تحتاج إلى نفس يضيء لك. والثاني للقاصد المعراج لأنه أعلى من الأول، لأنه متعلق بالمعرفة وبإشراق نور المعرفة والإيمان على القلب، وهذا يرفع الحجب، لذلك هو شنو؟ معراج، يرقي الروح نحو المعالي. وفعلا يا إخواننا يعني
ابن القيم عنده كلام خطير، يقول الرحمن على العرش استوى، ومعرفة الرحمن مستوية في قلوب العارفين تماما. المعرفة في قلوب مستوية ومهيمنة وساكنة وثابتة في قلوب العارفين، اللي هي معرفة الله سبحانه وتعالى. أزول ده زول خطير جدا. طيب، والثالثة للمحقق تاج، لأنه نفس مطهر من أدناس الأكوان متصل بالله لا بالخلق، نفس يلتفت إلى المكون لا إلى الكون، كويس، ولذلك هذا تاج لقلبه ونور لمعرفته. قال ابن القيم: النفس الأول يؤمن السالك من عثرته، والثاني يوصله إلى طلبته، والثالث يدله على علو مرتبته. نكون بذلك قد انتهينا من منزلة النفس من منازل إياك نعبد وإياك نستعين من مدارج السالكين، على أمل أن ألقاكم في درس قادم مع منزلة الغربة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.